الشرطة الزراعية تحمي بلادي والغبار. الشرطة الزراعية تحمي بلادي والغبار. تهدي مليون تحية لرجال الداخلية. تهدي مليون تحية لرجال الداخلية وجميع الضباط تداوم في المراكز وتسير في الدورية. وتسير في الدورية تحمي المزارع وتحافظ على الغابات توعي المواطن بنصايح والإشارات. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ضمن برنامج جهاز الشرطة الزراعية الذي يوضح كل ما يتعلق من قوانين وإرشادات للمواطنين في سلسلة من الحلقات الإسبوعية تتكلم عن عدة مواضيع مهمة بالمجال. عنوان حلقتنا لليوم الغابات. الأضرار الناتجة لقطع الأشجار. تؤدي إزالة الغابات إلى تآكل التربة ونقص في المياه والهواء، وهناك الكثير من الأضرار البيئية بسبب فقدان ما يقدر بأكثر من 16400 شجرة سنويا، حيث تؤثر إزالة الغابات تأثيرا ضارا على إنتاجية الأرض والتربة. تتسبب إزالة الأشجار إلى ظهور الفيضانات وحالات الجفاف بسبب تآكل التربة، مما يزيد من تدفق التربة وتبدأ حالة من الجفاف أو الفيضان، كما يعيق قطع الغابات التي تقع على المنحدرات الجبلية تدفق الأنهار نحو السهول، مما يؤثر في استخدام المياه فتنخفض نسبة الماء بسرعة. تؤدي إزالة الغابات وقطع الأشجار إلى تآكل التربة، حيث تلعب الأشجار دورا هاما في الحفاظ على سطح الجبال وتسبب حواجزا طبيعية أمام ارتفاع مياه الأمطار. يتسبب قطع الأشجار إلى فقدان خصوبة التربة، حيث يؤثر قطع الأشجار على حلقة التغذية الحيوانية التي تتغذى على الأشجار والنباتات والتي يستخدم روثها كسماد يساعد على تغذية الأشجار. ويتسبب غياب الأشجار في غياب الحيوانات وغياب السماد، مما يؤدي إلى تدهور خصوبة التربة. ومع إزالة الغابات تتحرك التربة الخصبة فوق الأرض من خلال مياه الأمطار وتذهب إلى أماكن لا تستخدم فيها. يعتبر من أكثر الأضرار البيئية الناتجة عن قطع الأشجار هو تلوث الهواء، حيث أن تدمير الغابات وقطع الأشجار يتسبب في نقص الأكسجين في الهواء، مما يسبب في تلوث الهواء في الكثير من المدن، ويزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من العديد من الأمراض الخاصة بالتنفس مثل الربو. يتسبب قطع الأشجار وتدمير الغابات إلى انقراض الكثير من الحيوانات، حيث يتسبب تدمير الغابات في اختفاء الحياة البرية وانقراض بعض الحيوانات. تتسبب إزالة الغابات في تغيير المناخ الطبيعي وزيادة درجة الحرارة العالمية، كما أثر تناقص مساحات الغابات في عدم انتظام المطر، ويتسبب ذلك ويساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يؤثر على المناخ العالمي، ويساهم أيضا في انتشار الصحارى نظرا للانخفاض المستمر في مساحات الغابات والتآكل الأرضي، فإن الصحراء أصبحت تنتشر في الكثير من أنحاء العالم. تتسبب قطع الأشجار في الكثير من الأضرار التي لحقت بطبقة الأوزون، حيث أصبحت البيئة الطبيعية للأرض نتيجة لإزالة الغابات الملوثة، ويؤثر ذلك على طبقة الأوزون، وهو أمر ضروري للدفاع على الأرض. وإذا استمر هذا الوضع قد يأتي اليوم الذي تختفي فيه طبقة الأوزون. إلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء. مليون تحية لرجال الداخلية. تهدي مليون تحية لرجال الداخلية وجميع الضباط
وتسير في الدورية وتسير في الدورية تحمي المزارع وتحافظ على الغابات توعي المواطن بالنصايح والإرشادات تحمي كل الإنجازات تحمي كل الإنجازات تحمي الثروة الزراعية وتكافح كل الآفات بخبرة ومهنية تسخر في الإمكانيات الشرطة الزراعية تنفذ في التعليمات تحمي كل الإنجازات.